النجمة الشابة مريم الخشت موسيقى. أنا كنت قاعدة على المسرح بترعش، تجربة تستحق إن إحنا نتغزل فيها. كلموني أنا الأم اللي بجد هي أجمل شخص في الدنيا. أول أعمال النجمة يا وأنا مالية وأنا مالي طيب يا غزالي. كلمات شكسبير اللي ترجمتها والدتها زينب مبارك. ودلوقتي هطلق سراح ملكة الجنية. ماما على فكره هو انت واعيه لفكره ان كل ده انت مش لازم تعرف ان احنا مش هنتجوز يوم الخميس؟ تلاقيش هنتخانق اول لما نمشي. تلاقي من ريحه كارم محمود. من النبي يا عالنبي يا خدود الحليوه. يوسف سعد. ابعتوا لي اللوكيشن انا جايه، ما اعرفش انتوا هتعملوا ايه بس انا جايه. لا تذم ولا تشكر. What do you think you are؟ كل حد قاعد بقى الست تلبس شفتشي وتقول للراجل اختشي. ويلا قومي قاعد حاجتك خلينا نمشي. إلا مسألت في جميل عادة دي. فتاة كل اللي بتحمله للحياة وله هو الحب. معرفش أرد على حاجات زي ما تتكبر. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.